في إطار مكافحة الجريمة تمكنت عناصر أمن دائرة وادي الهيوة من حجز 61 قنطار من المواد الحساسة تعتبر أسمدة فلاحية. بالإضافة إلى ذلك تم حجز سلاح ناري من الصيف الأول من نوع هيرستال عيار 7.65 ملم و 93 خرطوشة حية. تم إنجاز ملفين قضائيين يتم إيداعهما على مستوى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الهيوة.